الاتحاد الأوروبي أكد على لسان جوزيف بوريل بأن هذا القرار ملزم بالنسبة للدول الأعضاء الأوروبية كافة، أي 27، لأنها ضمن الدول 124 التي وقعت وصادقت على ميثاق روما، وبالتالي الدول الأوروبية ملزمة بتنفيذ القرار، وهذا سيكون له تأثير جدا مهم على الصعيد الدبلوماسي والسياسي. مصادر دبلوماسية هنا في بروكسل وصفت القرار بأنه اختراقا قضائيا تاريخيا، لأنه يمس لأول مرة شخصية سياسية محسوبة على العالم الغربي. عادة المحكمة تصدر قراراتها ضد قادة في أفريقيا وفي بعض الدول من العالم الثالث مثل ما كان يسمى، ولكن هذه أول مرة تصدر مثل هذا الأمر بالنسبة لشخصية محسوبة مصنفة ضمن الدول أو قادة الدول الغربية. هذا واحد. ثانيا، الدول الأوروبية ستكون حسب المسار الدبلوماسي ملزمة بتنفيذ هذا القرار، خاصة وأنها كانت تحمست كثيرا لقرار المحكمة عندما أصدرت في ظرف وجيز في العام 2023 ضد الرئيس فلاديمير بوتين، وقد أخذت المحكمة في ذاك الوقت 23 يوما فقط للحسم في إصدار مذكرة الاعتقال، مذكرة التوقيف، بينما هنا انتظرت المحكمة، أخذت وقتها، لديها إثباتات وبحثت هذه الإثباتات على مدى 5 أشهر. ثالثا، الدول الأوروبية أو الدبلوماسيون سيواجهون صعوبة كبيرة، قادة الأوروبيين، عندما سيلتقون بنيامين نتنياهو، بالتالي هم سيتفادون اللقاء مع بنيامين نتنياهو لأنه أصبح شخصية مطلوبة. على الصعيد الرأي العام، أمنستي انترناشونال ذكرت أن هذا القرار قرار تاريخي، وهو قد يكون بداية لنهاية عهد الإفلات من المساءلة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.